مقدار لحظة وصولها من الخمسة كيلومترات في 7 دقائق 53 ثانية. تهانينا وناموس لمحمد بوسلطان بمطر بن مرخان الكتيبي على فوز وعد وانتزاعها للنقطة الثانية من خلال تواجد شعار الصعب في هذا اليوم. شكرا للمضمر بن فريش الذي يتألق مع شعار الصعب كما عودنا بإنجازاته السابقة في العام الماضي والأعوام الماضية. على بركة الله وتوفيقه نحييكم ونجدد التحية واللقاء من جديد في تواصل هذه الانطلاقات. منذ قليل يسير شوطنا السابع في تعداد أشواط هذا اليوم والخاص بالجعدان الإذاعة المحليات الأصايل. نبدأ بمقدمة الشوط ونتابع المقدمة والمركز الأول. استراب يتسرب على مقدمة الشوط بشعار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي على مقدمة الشوط، بينما يليه في المركز الثاني يتقدم الغازي بشعار خليفة بن محمد بن لويع الخيالي متواجد على ثاني المراكز، بينما في المركز الثالث على ثالث المراكز ياتينا ويتقدم هذا شاهين عبد الله بن علي الجزيعي الاكتبي على المركز الثالث، بينما نغلتنا الى المركز الرابع سلهود بشعار سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم علي بن سالم بن علي الاكتبي يتولى عمليه تضميره وتدريبه على المركز الرابع، بينما في المركز الخامس مرموق بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم العرطي الحميري يتولى عمليه تضميره وتدريب نحو المركز الخامس، بينما في المركز السادس نشوف ونتابع المركز السادس في هذه اللحظات دخول في هذه اللحظة المثيرة من مياس بشعار سمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم سلطان بن سيف المقبالي يتقدم، بينما في المركز السابع الثامن نعم يتقدم في هذه اللحظات خطير بشعار راشد بن سالم بن سعيد بن حلوك في المركز الثامن، بينما في تاسع المراكز ياتينا هنا مياس عبد الله بن حزام بن علي الزعابي، بينما في عاشر المراكز يتقدم في هذه اللحظات النشمي بشعار سمو الشيخ محمد او بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وعبد الله بن طير بن سهيل العامري يتولى عمليه تضميره وتدريبه من خلال هذه الانتقالات.
الانطلاقات الجميلة والمتميزة. هكذا نتيجتنا مشاهدين الكرام للعشرة المراكز الاولى. ونعود الى مقدمة الشوط بعد ما تممنا العشرة المراكز الاولى لحضراتكم عشاق الاصالة متابعينا في هذه الانطلاقات الصباحية. نعود الى سكان المقدمة، نعود الى البداية، الى سراب. سراب الصعب ايضا يتواجد على مقدمة الشوط، يتسرب الى المركز الاول، يقود قيادة هذا الشوط. هذه المسيرة المتميزة اللي تحمل في طياتها هذه الاسماء والشعارات اللامعة. الله، محمد بن سلطان بن مطر بن مرقان الاكتبي على مقدمة الشوط، بينما باللويع يتواجد مع غازي وسلالة غازي المختبر خليفة بن محمد باللويع الخيالي، بينما في ثاني المراكز مياس في شعار سمو الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم وسلطان بن سيف المقبالي يغود في عملية التضمير، بينما في المركز الرابع اشوف المركز الرابع هنا ياتينا خطير راشد بن سالم بن سعيد بن حلوكة على المركز الرابع، بينما في المركز الخامس يتقدم سلهود بشعار سمو الشيخ سعيد بن محمد بن رايد المكتوم، علي بن سالم بن علي الكتبي يغود في التضمير. يلا يا اخواني المضمرين، نذكر باننا فتحنا بوابة الكيلو المتر الاخير، وبن حلوكة على الصدارة، بن حلوكة على المركز الاول على البداية الاولى. راشد بن سالم بن سعيد بن حلوكة يقدم لنا خطير اللي منطلق بهذه الخطورة في المقدمة الأولى باللويع من الجانب الآخر يقدم لنا غازي سلالة غازي المختبر متواجدة مع الشاعر في هذه اللحظة خليفة بن محمد باللويع الخيالي، بينما هنا في المركز الثاني يتقدم وياتي وفي المركز الثالث يتقدم سلهود بشعار سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم. المعركة بدأت، التحديات، الأوامر. الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، غازي وخطير، وغازي يتسلل نحو الصدارة نحو المقدمة والمركز الأول. المركز الثاني خطير بن حلوكة، ولكن النشمي بدأ ينتشي في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. عبد الله بالطير العامري، وشوف الشارد سلطان بن سعيد بن سالم لينيبي وصل في هذه اللحظات. المنافس القوية النشمي والشارد، والنشمي، ولكن النشمي هو الأقرب من الفوز. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ولكن الشارد الله، تهانينا والناموس لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز أيضا النشمي بالمركز الأول. تهانينا لبطير على هذا الفوز. المركز الثاني وصل فيه الشارد بشعار سلطان بن سعيد بن سالم الينيبي. المركز الثالث خطير وصل شعار بن حلوكة، بينما في المركز الرابع وصل فيه مشاهدينا الأعزاء اللي هو أيضا سلهود بشعار سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم. خامسا كان الوصول مشاهدينا الأعزاء من قبل اللي هو غازي خليفة بن محمد بن لويع الخيالي المركز. هكذا مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام النتيجة للخمسة المراكز الأولى، عودة مع التوقيت الزمني لحظة وصول أيضا النشمي إلى خط النهاية بسبع دقائق 55 ثانية. تهانينا والناموس